إذا للوقوف عند واقع النازحين في العراق ومنعهم من العودة إلى مناطقهم رغم إعلان الحكومة المستمر إغلاق المخيمات، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أستاذ علي حياكم الله. يعني هناك تضارب بين وزارة الهجرة والمهجرين وإدارة الهجرة حول إغلاق مخيم في منطقة كريميان، الأولى تؤكد لكن الثانية تنفي ذلك تماما. أستاذ علي، بداية كيف تصف ما يجري في قرار سيؤثر ربما على حياة مئات العائلات جلهم من الأطفال والنساء؟ هذا يؤكد حقيقة أن هناك انهيار تام في منظومة، يعني المنظومة الأساسية اللي المتخصصة في هذا المجال، رغم أن هناك منظمات وهناك وزارة وهناك مسميات أخرى تدعي بأنها تشرف على هذا، لكن الحقيقة غير ذلك تماما. هذا الملف، ملف النازحين، جرح نازف. يعني احنا ذا الان اذا هذه المسميات على مستوى يعني الهجرة والوزارة وغيرها، هذه آلاف الموظفين والمدراء وغيرهم لا يعلمون حقيقة ما يجري. لكن الحقيقة اللي الان اللي جاي تصلنا من مواقع الحدث أن هناك عمليات إغلاق، إعلان إغلاق لمخيمات لأسباب أخرى، لأسباب هي تمييع قضية النازحين. والكارثة الأخرى أن هناك فعلا مخيمات تم إغلاقها، لكن هذه الوزارة ومسمياتها لا زالت تستولي على تخصيصات مالية هائلة باسم هؤلاء. وهذا الأمر يعني يؤكد حقيقة الوضع في العراق، يعني انهيار منظومة الرقابة، انهيار منظومة العمل الحكومي للحوكمة، يعني طيب كل شيء في العراق الآن منهار، فلا عجب أن يصل إلى هذا الأمر. ما الذي يمنع إعادة النازحين إلى مناطقهم؟ لماذا لم تحل الحكومات المتعاقبة خاصة حكومة محمد الشيع السوداني هذه المشكلة التي لطالما أثيرت منذ عام 2017 وعلى رأسها طبعا سيطرة وهيمنة واضحة للميليشيات في هذا الملف؟ يا سيدي الكريم، عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم تتطلب قرار يكسر القرار الأساسي. هناك قرار اتخذ في عملية إخلاء هذه المناطق بقصد التغيير الديموغرافي، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن هذا الاتفاق اللي تم في تلك السنوات التي زادت بها الهجرة خلال ما تسمى بالحرب على داعش، هناك كان قرار اتخذ من قبل الميليشيات وأحزاب ومسميات، هذه المسميات اتفقت على أنه تقوم بتهجير مناطق بعينها وإخلاء أهاليها والاستيلاء على أراضيهم بقصد التغيير الديموغرافي. وهذه المناطق تشمل الطرق المؤدية مثلا إلى طريق كربلاء من ضمنها منطقة جرف الصخر، أو إلى طريق بابل وغيرها، مناطق محيط بغداد. هذه قرارات اتخذت، أما عملية التصريحات والكلام والوعود الانتخابية فهذا الاستهلاك المحلي والاستهلاك اليومي. هناك قرار رسمي اتخذ من قبل تلك الميليشيات والأحزاب التي تكون الدولة بعدم إعادة هؤلاء. طيب في هذه النقطة، في هذه النقطة طيب في هذه النقطة منظمة الهجرة الدولية تتحدث عن يعني ما يقارب مليون نازح في العراق، جلهم من محافظات أنت ذكرتهم، محافظات ومناطق معينة، صلاح الدين، الأنبار، نينوى، وديالة، كما تعرف يعيشون أوضاعا مأساوية. ولكن من المستفيد بالدرجة الأساس من إبقاء هذه الشريحة مهمشة ومهملة بهذا الشكل؟ الأحزاب والميليشيات الطائفية الموالية لإيران التي تستولي على أراضي وقرى ومزارع وبيوت هؤلاء، هذا أمر يعني مفروغ منه بقصد التغيير الديموغرافي، بقصد الاستفادة إلى ما تسمى بالمكاتب الاقتصادية والتجارية مالتها. هذا قرار متخذ، وخصوصا فيما يخص محافظة ديالى، والكل يعلم أن محافظة ديالى هي الخاسرة، خاسرة بغداد الأقرب إلى إيران،
ولذلك عملية التهجير اللي حدثت في ديالى عملية هائلة ورهيبة، ويعني عندنا تفاصيل عنها مذهلة. هناك يعني عمل ممنهج ومدروس، هذا ليس عمل اعتباطي. بالمناسبة هؤلاء المليون نازح أكثر من 250 ألف طالب فيهم، يعني أكثر من 250 ألف أعمارهم يفترض أنه ذولا يواصلون دراستهم، الآن لا يستطيعون يدرسون. يعني هذا كارثة. هناك جيل الآن من هؤلاء أمي لا يستطيع لا القراءة والكتابة. الكارثة أن هؤلاء محرومين من أهم شيء وهو المستمسكات، لا يستطيعون الآن الحصول على الهوية الموحدة والبطاقات التي ظهرت وتجددت وتبدلت، والكل يعلم أن هؤلاء خرجوا في ظروف يعني صعبة، خرجوا في ملابسهم، منهم من ترك كل شيء وخرج. نعم، عبر أشكال من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.